مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون موضوع عن زراعة مجموعة من النباتات او الشجيرات، خلينا نحكي دائمة الخضرة عندي بالحديقة. طبعا انا بجوز لاحظتوا يعني المتابعيني باستمرار، الخاصة السنة هاي عم بحاول اني احط كمية جيدة من النباتات الدائمة عشان يكون عندي منظر جميل خلال فصل الشتاء، لانه فعليا خلال فصل الشتاء حسب تجربتي جميع النباتات يعني اللي ما بتتحمل البرودة كلها بتموت، فالحديقة شوي هيك بتصير يعني فارغة تقريبا. فحبيت اني اضيف كمان نباتات دائمة لسبب ثاني كمان، انه على اساس انه ما اضلني انه استبدل النباتات، اني اضلني ازرع. طبعا انا بحب الحوليات، يعني بزرع النباتات اللي بتعيش لموسم واحد، فعليا هو شكلها كثير جميل وبتعطي منظر جميل بالحديقة. بس كمان في عندنا نباتات دائمة ممكن اني اضيفها بالحديقة على اساس تكون دائمة على طول وكمان تعطينا شكل جميل. هسا اليوم بدي ازرع ثلاث انواع من النباتات، اللي هم خمس نباتات بثلاث انواع. في عندي اول نبات خلينا نحكي عنهم بالتدريج نبات نبات، وبعديها بزرعهم وباخذكم في جوله وين المناطق اللي زرعتهم فيهم. هسا اول نبات، هذا النبات الجميل اللي شكله زي الطابي، هذا نبات اسمه الاس، شجيره الاس، او احيانا بيحكوا لها الياس بالانجليزي، هي اسمها ميرتل، توبياري ميرتل. طبعا توبياري القصد فيها اللي هي دائره، النبات اسمه ميرتل. هذا النبات نبات عطري بيستخدموه، طبعا بيجي بعدة أنواع. أنا الفصيلة اللي عندي من النوعية اللي ورقتها صغيرة كثير، في أنواع بتيجي ورقتها أكبر شوي، من أنواع النباتات العطرية يعني ما شاء الله رائحته يعني ما شاء الله كثير حلوة، بعطي أزهار لونها أبيض وكمان بعطي ثمار لونها أسود تؤكل، وكمان تستخدم لعديد من الوصفات الطبية يعني كثير في عليها، إذا بتقروا عنها كثير في عليها وصفات طبية تستخدم. شايفين كيف شكل النبات زي الطابة زي الكرة، نبات أنا مصغر اللي جبته فيه، كانت نباتات حجمها أكبر بس كانت صراحة سعرها كثير أغلى، فحبيت أني أجرب زراعة هذا النبات. وحتى هو عندي النبات شايفين النموات هاي كلها، هاي النموات كلياتها يعني طلعت عندي النبات، صار لي شاري حوالي الشهرين تقريبا، فأتوقع أنه نموه يعني إن شاء الله راح يكون سريع عندي. هسه بالنسبة للنبات الثاني، في عندي شجيرة بنحكي لها الثلجية، اسمها العلمي راح احط لكم اياه على الشاشة لاني ناسيه. هسه نبات الثلجية نبات متساقط الاوراق بالشتوية، نبات بعطي اوراق لونها اخضر، وفي كمان اوراق من نفس النبات بعطي توشيحات لونها ثلجي. هسه بحط لكم مجموعة صور لها. النبات انا زرعت فيه نباتين منه تقريبا قبل حوالي ثلاث سنوات وموجودين عندي، بس محطوطين في منطقة ما بتحصل يعني خلينا نحكي بتحصل على كمية شمس كثير كبيرة. فانا اللي لاحظته في النبات لما تحصل كمية شمس كبيرة، النبات ما بعطي التوشيحات البيضة، التوشيحات البيضة عليه بتخف، بس فعليا النبات يعني لساته وضعه جميل. شوفوا كيف شكل النبات، خلينا نقربه على الكاميرا. طبعا هذا النبات بوصل ارتفاعه يعني الارتفاعات كثير كبيرة، أكثر من حوالي 5 متر، شايفين فيه عليه شوية أوراق لونها أبيض، هذا الأطراف شايفينها. كثير حبيت النبات وخاصة أني مجرب زراعته بالسابق، صحيح هو متساقط الأوراق بالشتوية بس فعليا يعني النبات دائم بيرجع عنا سنة بعد سنة. هذا في عندي نباتين منه، إن شاء الله سأبدأ أضيفهم في مناطق هيك زي بوكيت فراغات هيك عندي فارغة بالحديقة. هسا ثالث نوع من النباتات اللي هو الشمشير أو البوكسود. هسا هذول صراحة النباتات أنا ما شريتهم جديد، حتى هم بدهم رش، كنت زارعهم في قوير وأدائهم كان سيء، يعني حتى في واحد من النباتات كثير صار جفت المنطقة الخلفية فيه كاملة زي ما انتم شايفين، هاي المنطقة سيئة في النبات، فقررت اني اطولهم. الشمشير طبعا بنقدر نزرعه في شمس كاملة، بنقدر نزرعه في ظل كامل، فقررت اني اطلعه، اعتقد كمان انه في عليه اصابة عناكب، فقررت اني ازرعه في منطقة شبه ظل، خلينا نحكي يعني منطقة ظل اكثر من المنطقة اللي كنت زارعه فيها، على اساس اني يعني ما اخسر النباتات. طبعا النباتات جاي هرمية زي ما انتم شايفين، شوفوا كيف شكلها، هذا شكل النبات. هذا النبات وضعه يعني جيد احسن من النبات الثاني، بس يعني انا لاحظت في شويه جفاف بالاوراق، اعتقد انه ما كان يحصل مي كامله يعني مي كافيه في الجوار اللي كان فيه، لانه مزروع مع نباتات ثانيه، والشمشير بحب انه تربته تكون رطبه طول الوقت، يعني حتى انا هسه طلعته من الجوار وشايف تربته ناشفه النبات. فان شاء الله بالموقع الجديد اللي بدي احطهم فيه النباتين هذول ان شاء الله انهم بيزبطوا. طبعا بالنسبه لظروف العنايه، الثلاث نباتات راح ازرعهم في نفس الظروف، راح ينزرعوا في منطقه شبه ظل، ما راح يحصلوا يعني شمس كامله، تقريبا حوالي من 3 لـ4 ساعات. الري تقريبا بالنسبه للميرتل او شجيره الاس هاي بتحب الري كثير، باقي النباتات يعني ما في مشكله اذا كان في اعتدال بالري كل يومين ثلاث انه سقيناها مره، خاصه انهم مزروعين في الارض. فهسه خليني ازرعهم، بدي اثبت الكاميرا، بدي ازرعهم، بعديها لما اخلص باخذكم في جوله في المناطق اللي زرعت فيها النباتات.
اوكي تمام. هسا كل النباتات صارت عندي مزروعه وجاهزه. هسا خليني اخذكم في جوله في المناطق اللي زرعت فيها. هسا اول نبات ثلجيه زرعته بالمنطقه هاي هون، كنت طبعا هون في عندي نباتات، مجموعه نباتات بيوني. ما بدي الفيديو كثير يكون طويل، باخذكم في جوله بالاحواض بعدين ان شاء الله. طبعا بس صح خليني اعطي هالمعلومه، نبات الكولورادو بلو سبروس راح للاسف، النبات ما عاش. لما زرعت النبات نزلت لكم الفيديو، هو بجوز قبل 4-5 فيديوهات، حكيت لكم انه كان تجربة، مش عارف شو راح يكون وضعه، ما بعرف شو صار فيه صراحة. بعد ما زرعته كانت اموره تمام ما شاء الله عليه، ظل وضعه ممتاز، بعديها فجأة ما شفته الا هو ناشف، مش عارف شو صار فيه بصراحة. يعني ممكن يكون صار اشي فيه عفونة بالارضية، ممكن زيادة ري، لانه انا ما عندي تجربة في زراعة النبات الصراحة، كثير زعلت عليه. بس شايفين كل اشي ثاني بالحوض ما شاء الله يعني وضعه رائع. هو النبات الوحيد اللي خسرته هون، كمان الكاليديوم بلش يعطي، جزء لما زرعت النبات ما كان الكاليديوم بلش يطلع. على كل حال هون في عندي كميه من نباتات البيوني، هون البيرجن شيلد هذا عرضت لكم اياه في فيديو، هون في عندنا سجاد، هون خط السجاد الرائع تمام. هسه دائما لما اطلع من المنطقه هاي بحس هاي المنطقه، طبعا شايفين جوار الكاليديوم الرائع كمان موجود في المنطقه هاي، دائما بحس المنطقه هاي فاضيه، وحتى من الجهه الثانيه. فزرعت نبات الثلجيه عندنا بالمنطقه هاي على اساس انه يعطيني ارتفاع ويغطي لي المنطقة هاي، يعني يعبي لي المنطقة هاي كاملة. هذا أول نبات عندنا تمام. إذا جينا هون بالممر حطيت فيه نباتين الشمشير الهرميات، حطيت طبعا لساتهم بدهم مزقية وبدي أنظف شوية التربة اللي موجودة في المنطقة هاي. طبعا هون في عندي خط أنا زارع فيه كمية أشتال فلفل زي ما أنتم شايفين بالمنطقة هاي، هون عندي فلفل وهون كمان نفس الشيء. طبعا إن شاء الله يكون صوت النافورة حلوه هاي مش مزعج كثير. فحبيت اني احط على طرف كل ممر واحد من نباتات الشمشير، فحطيت نبات هون وحطيت نبات الثاني في نهايه الخط بالمنطقه هاي. طبعا هذا النبات اللي شكله مش كثير حلو حطيته في المنطقه المخبيه هاي، اما النبات اللي شكله افضل حطيته بالمنطقه هاي هون تمام. طبعا شوفوا ما شاء الله نباتات الكاليديوم رائعه بالمنطقه هاي، طبعا حطيتهم جنب النافوره لانه يعني في مي كثير في المنطقه هاي، فالكاليديوم بالعاده بتحمل يعني زياده الري ما في مشكله. اوكي هذا بالنسبه لنباتات خلينا نحكي الشمشير، عندنا نبات في المنطقه هاي وفي عندي نبات في المنطقه هاي. هسه خلينا نروح على نبات الاس، هي المنطقه اللي زرعت فيها نبات الاس الكروي اللي هو الميرتل موجود في المنطقه هاي. طبعا حوالين النبات في مجموعه من نباتات عرف الديك يعني بلشت عندي تزهر، حطيت نبات الميرتل هون وفي المنطقه الخلفيه هاي الفاضيه شايفينها هاي بدي احط جوار عالي، بدي احط فيه كميه من نباتات الكاليديوم. كمان في موجود عندي مجموعه من النباتات بدي ازرعهم فيه واحطهم في المنطقه الفارغه هاي. طبعا جنبه هون في نبات مرجان يونانوميس، وفي عندي هون نباتات الكاليديوم اللي لونها ابيض الجميله، يعني في عده انواع. في عندي هون كمان شايفينه هذا النبات الاخضر، هنا في عندي نبات شمشير. يعني هسه انا عندي بالشتويه بكون في عندي يعني كميه نباتات موجوده في المنطقه هاي. وطبعا اذا طلعنا بالمنطقه الخلفيه هناك شايفين هون هاي النبات، هذا نبات الثلجيه الثاني زرعته جنب جوار الكاليديوم. طبعا على اساس ايش شايفين المنطقه الخلفيه هون، خلينا نقرب الكاميرا شوي، شوفوا نباتات الفايكس الجميله، هاي نبات فيدل ليف فيج موجود في المنطقه الخلفيه هناك، نبات رائع مزروع ثلاث نباتات في جوار كثير حلوين. هسه شايفين بين خلينا نرجع للتصوير الطبيعي. هسه شايفين ما بين طبعا هنا حكينا الفايكس، هنا في عندي هاي شجره الجوز الرائعه العملاقه ما شاء الله عليها الله يحميها، لانه السنه هاي تعبت كثير والله من حفار الساق. شايفين المنطقه اللي قبال الجوزه شايف في منطقه فراغ، فحبيت اني ازرع هي نبات الثلجيه الثاني على اساس انه يعطيني ارتفاع في المنطقه هاي. طبعا شوفوا غابه المونستيرا في المنطقه هذيك، النافوره الكاليديوم خلفها، الكاليديوم الابيض اللي بالمنطقه هاي، نبات اليوجينيا اللي زرعته بالفيديو، غابه الخنشار الموجوده في المنطقه هذيك. يعني هذا الحوض ما شاء الله مليان. هسه هذا النبات اتوقع انه راح يعطينا ارتفاع ويغطي لي الفجوه هاي اللي بالمنطقه هاي هون تمام، راح يصير هيك المنظر جميل. هون نبات الفضي خلينا نحكي الثلجيه، وهون عندي نبات الاس او الميرتل موجود في المنطقه هاي تمام، مش كثير بعاد عن بعض موجودين في نفس المنطقه. اوكي تمام، وهذا كان الفيديو تبعنا لليوم. حبيت اني اعرض لكم هيك زراعه مجموعه من النباتات الدائمه. هسه مبدئيا ظل عندي حوالي لسه في كمان مجموعه نباتات دائمه، وفي عندي فراغ هون بالحوض هذا لسه بدي اعبيه. في حصلت كميه نباتات من نبات مميز اسمه الانيموني، عندي 6 نباتات ان شاء الله بدي ازرعهم، بجوز ازرعهم بالفيديو الجاي اعرض لكم اياه. بس مبدئيا تقريبا يعني ممكن كمان فيديوهين او 3 راح يكون هيك خلاص انتهى موضوع الزراعه بالنسبه لي هذا الموسم. راح استمتع بالنباتات، اي شيء نبات بيموت على الاغلب ما راح استبدله لانه يعني مش كثير ضايل بالموسم، خاصه اذا كان نبات حولي.
اما اذا نبات دائم عادي يعني اذا خسرت شيء يعني مثلا هون نبات الكولورادو بلو سبروس اللي ورجيتكم اياه اللي مات هذا راح اغيره. يعني النباتات الدائمه بنقدر نزرعها في اي وقت من السنه في حال اهم شيء انه ما يكون في موجات كثير حاره او كثير بارده بنقدر نزرعها في اي وقت من السنه. هاي المنطقه اللي انا قاعد فيها اكثر منطقه بحبها هون الكاليديوم موجود جنبي النافوره بالخلف كميه نباتات كثير كبيره بالمنطقه اللي وراي هون الكاليديوم الجوار الرائع اللي قدامي فهاي المنطقه كثير بحبها بحب اقعد فيها يعني حتى انا بالعادي بالليل بقعد بشرب نسكافيه عندي بالمنطقه هاي جنب النافوره بستمتع في المنطقه هاي وكمان لما يكون في هواء لطيف زي اليوم قاعده حلوه يعني بتكون طبعا بالنسبه للعنايه في هاي النبات ذكرت لكم اياها جميع النباتات اللي عندي انزرعت في منطقه شبه ظل يعني بتحصل لها بين الساعتين لأربع ساعات من الشمس خلينا نحكي ما حطيت سماد لأنه التربة عندي مسمدة من بداية الموسم وفعليا ما في إشي مزروع في المنطقة هاي فما حطيت أي كمية من السماد وأهم إشي إنه يعني أسقيها باعتدال هسا كونها مزروعة جديدة رح أسقيها يوم بعد يوم بعد فترة بعد ما تتأسس رح يكون يعني موضوع الري ما في داعي لكميات كثير كبيرة من الري إن شاء الله إنهم يزبطوا هذول نباتين الخنشار اللي مزروعين على طرف الممر من هون مش عارف إذا رح ينجح أو لا أنا شايف صراحة لأنه في واحد منهم عليه إصابة عناكب واضحة بدي أرشه والنبات الثاني فيه عليه جفاف أفرع كثيرة كانوا مزروعين في منطقة أنا ما اهتميت فيهم بشكل كبير حتى تربتهم لقيتها كثير جافة فالموضوع يعني كان موضوع عطش إن شاء الله هون لما يكون التربة بالأرض مزروعين بالأرض إن شاء الله بيحصلوا يعني كمية مي أفضل من إنهم مزروعين في جوار. أي أسئلة إضافية بتحبوا تتركوا لي إياها عن النباتات اللي عرضتها اليوم عن أي شيء بالإجمال تتركوا لي إياها بالتعليقات لازم إني أصور لكم جولة كاليديوم لأنه نباتات الكاليديوم اللي موجودة عندي في ثلاث مناطق يعني منظرها كثير رائع إن شاء الله قريبا بصور لكم جولة بورجيكم نباتات الكاليديوم اللي عندي. بشكر الجميع على المتابعة ما تنسوا الاشتراك بالصفحة أساس يوصلكم كل جديد يعطيكم العافية ونهاركم سعيد سلام.